بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا ببرج الأسد في القراءة العاطفية. لو كنت جديد في القناة المرجو اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. فحاليا هنشوف أحوالك العاطفية يا برج الأسد. احنا حنشوفك ونشوف أحوالك وأحوال الحبيب، فبتمنى تحطوا النية عشان توصلني طاقتكم. يا برج الأسد، انت حاليا لا تكلم الحبيب وباصص في ناحية تانية على أساس انك مش بتحبه، لكن انت بتمثل عليه، انت مهتم بيه وبتحبه، لكن انت مبين له كأنك مش مهتم لإله. والحبيب كمان فاكر انك مش مهتم بيه ومش عاوزه. فشكلك يا برج الأسد، شكلك زعلان من الحبيب. الحقيقة هو منجذب إلك وشايف إنه أنت مش منجذب إله. فطالع عندي ورقة بتقول له للحبيب بعدك عنه ضايقه كتير. الورقة دي بتقول له إنه الشفاء جاي، والموقف ده كان لازم يمر بيه عشان يعرف يسامح الناس ويسامح نفسه ويوصل للسعادة. فكأنه الماضي بيطردك يا برج الأسد، لهيك انت لازم تتسامح عشان تقدر تشوف شخص جديد اللي جاي بطريقك. فممكن تكون كانت في علاقة حب، علاقة عميقة بينكم، وانت لازم تعمل شفاء ذاتي. فواضح انك يا برج الاسد بتكتم جواك حاجات كتيرة وما بتحكيش لحد اسرارك واوجاعك، وانت محتاج تتجاوز الوضع ده. انت لازم تتجاوز هالوضع هذا. فأنا شايفاك يا برج الأسد بتعمل أعمال خير كتير، وإنت إنسان ناجح وقلبك طيب وبتحب تخدم الناس، ولكن الشخص ده إنت واخد منه موقف. فممكن يا برج الأسد إذا شفت الشخص ده بعين الحب يمكن تشوف حاجات تانية برضو مختلفة فيه. فعندي هنا في رسالة من صديق بتقول لك الحبيب قلبه مكسور وهو حزين لأنكم مش بتتكلموا مع بعض، وحتى لو كان الغلط منه فهو حاسس بندم، فهو حاسس بندم شديد. فكده كده يعني انت لازم تحاول تعيد النظر في موضوع الإنسان هذا، لأنه هو بيحبك كتير وبيراقبك كتير وبيفكر فيك كتير. خليني أشوف لك كمان شو راح يطلع معنا. فطلع لك كارتين يا برج الأسد. الكارت الأول بيقول لك خذ خطوة الأولى وابدأ، لأنه في شغلات حلوة جاية بطريقك. والكارت الثاني بيقول لك افتح قلبك واسمع الاقتراحات الإيجابية عشان تنفتح على العالم. فأنت شخص روحاني، فأنت حسب مظاهر عندي أنت شخص بتشفي الناس سواء بكلامك سواء بشغلات بتعملها، ومش بتشفي نفسك، بتساعد الناس وبتهتم بيهم وبتنسى نفسك. فأنت تحتاج مساعدة من شخص عشان يعني تتجاوز، عشان تتخلص من الأزمة النفسية اللي انت عايش فيها او اللي صارت معك.
فالورقة اللي طلعت خد خطوة الأولى وابدأ، لأنه في شغلات حلوة جاية بطريقك. يعني هذه الورقة اللي طلعت لك قبل شوي، الورقة الأولى. كذلك الحبيب مركز كثير في نجاحاته وإنجازاته، وشاعر إن قلبه مكسور أو أنت مش عايزه، وبيحاول يعمل استشفاء ويتسامح. فالحبيب بيحاول يحسن قلبه المكسور. واضح عندي انه الحبيب مكسور. لانك انت مش معاه. واضح انه كمان عمل حاجات زعلتك. اما اذا كنتوا في اسره او متجوزين بالفعل، فواضح انتوا ما تكلمتوش مع بعض من فتره طويله وعندكم مشاكل. في الحقيقه الانسان ده زعلان وندمان وحاسس انك مش عايزه ومش عايز تتكلم معاه، وانك مش معبره. هو حاليا يحاول الاستشفاء، ومع ذلك هو بيحبك كتير. طالع عنده انه بيحبك، يعني في عنده حب كبير لإلك بقلبه. في الوقت الحالي يعني بصراحة، راح نشوف شو عم يعمل في الوقت الحالي. بيحاول يركز على نفسه وعلى جاذبيته، يعني الجاذبية تبعه، لأنه شاكك في نفسه. هو يهتم بنفسه جسديا عشان يلفت نظرك. أما أنت يا برج الأسد، فأنا شايفاك أنت عم تشوف لقدام، وحتكون إيجابي وحتدرس الأمور وحتعطيها كمان الوقت الكافي للتفكير، لتفكر بشكل صحيح. كمان طالع عندي انه ورقة انك انسان طيب وبتفكر تسافر. ما بعرف لوين يا برج الاسد، بس يعني في طالع عندي سفر لإلك. خليني اشوف اذا في طرف ثالث، يعني اذا خليني اشوف يا برج الأسد. فإذا كان طرف ثالث بيناتكم، فأنت غالبا حتحسم الأمر. وحب خبرك إنه الشخص ده، إنه الحبيب، عم يعمل حاليا نجاحات كبيرة وإنجازات، وهو روحاني جدا بصراحة. بصراحة يعني هو بيبعث لك رسائل روحية وانت مطنش. فبيقول لك الورق يا برج الأسد، ركز شوي، وانت جايالك أيام جميلة وفي عندك شفاء للقلب. فماذا سيحصل؟ خلينا نشوف شو راح يصير يا برج الأسد. خلينا نشيل هدول من هون، نشوفوا شو راح يصير. في أشياء جميلة جاية يا إلهي، منيح كثير. في الحقيقة هناك بداية جديدة وفي تسامح كبير، لأنه الإنسان ده بيحبك والحب تبعه حب حقيقي، هو يستحق تعطيه فرصة تانية، ودي نعمة من عند رب العالمين. فحتبقى في بداية جديدة بينكم، وحتشوف ده الإنسان ده من خلال الحب، لأنك أنت إنسان طيب جدا وبتخدم الناس وبتعمل خير، وحتاخد قرار. يعني أنت حتاخد قرار في الموضوع هذا،
حتصلح حاجات كثيرة بتخصك يا برج الأسد. في رجوع يا برج الأسد، في رجوع، في رجوع ليكم. خليني أعطيك كارت النصيحة، استنوا شوف كارت النصيحة. في أنا عم بشتغل بورق بثمانين، يعني لهيك ما يعني ما بيظهر. يعني خليني أشوف كارت النصيحة. إجاك كارت بيقول السعادة هي حقك في الميلاد، في الميلاد. يعني الكارت ده ما طلعش هكا، أكيد في رسالة. السعادة هي حقك في الميلاد، فأنت محتاج تفك ومحتاج شخص يساعدك، والمساعدة هي حقك الطبيعي، فأنت تستحق. الأوراق اللي طالعة لك حلوة يا برج الأسد، كل سنة وانتو طيبين يا برج الأسد. قولوا لي إيه رأيكم في القراءة، وليه الحبيب زعلان، يعني إيش عمل لإلكم، وخبروني إيه الأخبار، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة.